السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، صحه جيده ان شاء الله يا ربي، وتكونوا في احسن الاحوال واحسن الظروف. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد، وبمناسبه هذا البرد وهذا الكز اللي كاين، والله يرحمنا يا ربي والله يفرجها علينا، جبت لكم البقوله او الخبيزه بالطريقه ديالي، الطريقه ديال الشيادمه او الصويره. المهم جبت لكم طريقتي ديال الخبيزه، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. انا هذه الخبيزه معلمها من صغري من جداتي الله يرحمها، هي اللي كانت كديرها وبقيت كنديرها، يعني ما غيرت عليها حتى شي حاجه، نفس الطريقه باش كتخدمها هي باش كنخدمها انا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم ونبداو على بركه الله. هنا البنات كنحتاجوا البقوله ديالنا اللي منقيه على هذا الشكل، ويعني مقطعه ماشي القطع رقاق، المهم نتوما كما كتشوفوا كتقطع غير شويه. التنقيه ديال البقوله كنحاولوا نحيدوا لها دوك العويدات اللي كيكونوا شارفين، ودوك اللي كيكونوا في الجناب قاصحين، اللي كيكونوا مهويين ما كيبانوش عامري، واحد العويدات كيبانوا يعني خاويين من الوسط، تيكونوا غلاظ تيكونوا خاويين من الوسط، هذوك كنزولوهم نحيدوهم، وكنخليو غير دوك العويدات اللي كيبانوا معمرين، و يعني كيبانوا فيهم واحد سميتو. انا نقلب على شي واحد الى بان ليا هنا باش نوريكم بحالاش كيبانوا. هانتوما بحال هذا الشكل، تيبان لكم عامر، عويد عامر من الوسط، وفي نفس الوقت طري، يعني فاش كندركو عليه هكا كيخرج منه واحد الماء. هادوك هما العويدات اللي كيكونوا طيب، دوك الوريقات ديالها وكل شيء كيتقطع وكنديرهم على هذا الشكل. كتغسل مزيان بالماء ثلاثه المرات، تغسلوها مزيان يعني تنقيوها عاده باش ترقدوها وتغسلوها، تعاودوا ترقدوها في شويه ديال الماء والخل وتخليوها فيه مزيان مزيان حتى كتنقى، وكتنقى مزيان. من بعد كنهزوها كنسقطروها ونخليوها في شي شبكه حتى كتنشف، ملي كتنشف لينا من داك الماء عاد باش كنقطعوها باش كتجينا هكا. نتوما كما كتشوفوا راه ناشفة ونقيق يوم قد. المهم هنا كنحتاجو البقولة ديالنا أو الخبيزة، هانتوما شفتوها. هنا كنحتاجو التحميرة، كنحتاجو معلقة صغيرة صغيرة ماشي دوك الميان ديال البزار، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، ومعلقة تقريبا كبيرة ما عمرش ديال الكمون. هنا كنحتاجو لواحد ثلاثة او ربعه د الفصوص ديال الثوم اللي كان مقطعوهم غير هكذا كما كتشوفوا طريفات، ما كنحكوهمش باش يبانوا، باش كيعطيونا واحد المذاق ديال الثوم فوسط من الخبيزه ديالنا او البقوله. هنا كنحتاج الترونشيات دوائر ديال الحامض، هذا الحامض عادي ما مرقدنا والو، وهذا الحامض المصير، هذا غنرميه يطيب معاها، وهذا غادي نحطو حتى طيب عاد كنرميه معاها وكندير به التزيين. عندي هنا كنحتاج لهاد الزيتون مسلله، زيتون بلدي اللي مرقد على اليد ديال الدار، هو اللي كيعجبني نديرو انا فيها كيجي زوين. هنا كنحتاج تقريبا واحد نص قبطه ديال القزبور ونص قبطه ديال المعدنوس اللي تغسلو حتى هما وترقدو وتنشفو، وعاده باش تحطهم في ديك الهشوة على هاد الشكل هذا. عطاوني يعني كيخصهم يكونوا رقاق مزيان. هنا عندي البنات معلقه صغيره عامره مملوءه بومبي ديال مطيشه ديال الحك، معجون الطماطم. هنا عندي واحد تقريبا نص كاس ديال المطيشه العاديه اللي سلقاها وطحناها ومصفياها على هذا الشكل. هنا عندي سودانيه فلفلات حارين، اللي كيحب الفلفله حاره حتى كطيب عاد كنرميهم يطلعوا شويه في الصهد وكنحطهم ندير بهم الزين. نبدا معكم على بركه الله. هالبنات وعندنا زويته بلديه ها هي اللي غادي نضيف على البقوله ديالي ان شاء الله. هنا البنات كندير البقوله ديالي كلها، كنحاول نديرها في الطنجره. البنات كاينين ثلاثه الطرق ديال البقوله، كل واحد كيف كيدير ليها. انا كنديرهم كلهم كل مره، واش الا بغيت نحتفظ بها البنات في الثلاجه كنفورها في الكونجيلاتور، الا بغيت تحتفظ بها كنفورها، وملي كتفور كنحيدها كنديرها في شي تشوبينه هكذا كبيره، كندير عليها شويه ديال الملحه
كنخلط معها شويه ديال المليحه وكندير عليها الثومه بحال هكذا كنحكها عليها ونخلطها معها صافي. وكندير معها واحد شويه د الزويته بلديه وكنديرها في البلاستيكات ونديرها في الكونجيلاتور. واللي بغى يحتفظ بها هكذا هو يحتفظ بها حتى هكا كتبقى مزيانه. غير هو كل مره واللي رشقات ليا كنديرها. هنا انا درت الثومه، درت عفوا البقوله ديالي، غنضيف عليها الثومه وغادي نضيف عليها التوابل كلهم كما كتشوفوا، وغادي نضيف عليها زويته روميه، عفوا زويته ديال زيت المائده، غير شويه شويه ديال زيت المائده، وغادي نضيف عليها نص كميه ديال هذا القزبر ومعدنوس، نص ونص غنخليه حتى غادي يطيب، حيت غادي نسد عليها هكذا. وغادي نضيف عليها هاد جوج طريفات ديال الحامض العادي ماشي مصيب، وغادي نضيف عليها مليحه، ما نكثرش الملحه البنات، قياس ديال الملحه لان هي فيها شويه الملحه، الملحه حسب الذوق صافي. وغادي نمرق، غادي نمرقها وغادي نديرها فوق النار طيب. غادي نحسب 10 حتى 15 دقيقه بعد ما يطلع ليا ليها داك نسمع الصفاره كتصفر، بعدا بدات راه الصفاره كتصفر ديال رده الحريره حامضه طيب. المهم حتى كتصفر ليا الصفاره عاد كنحسب 10 ديال الدقائق صافي. هنا انا مرقتها درت فيها تقريبا جهد كاس ونص ديال الماء ديال العنبه، وغادي نوضعها فوق النار حتى تبدا تصفر الصفاره كما قلت لكم، وتحسبوا 10 دقائق حتى 15 دقيقة. من بعد غادي تطفيو عليها وغادي تجيبوها تقلبوها وتزيدوا عليها هاد العناصر الاخرين اللي باقيين. نسيت البنات التحميره ما درتهاش، سمحوا لي. صافي بقى لينا هنا غير الطماطم والطحونه ومسلوقه، بقات لينا معجن الطماطم، بقى لينا قزبر معجن شويه، بقى لنا الزيتون، بقات لينا الفلفل، وغادي نوضعوهم فوق منها من بعد ما دوز 15 دقيقه. هنا البنات بعد ما خليت البقوله ديالي كطيب، هنا البنات غادي ندوز نوريكم واحد التتبيله ديال السردين، كفيته ديال السردين غنديرها على شكل خبيزات كتجي زوينه. هنا البنات قبضت درت الثومه ودرت البصله، جمعت كل شيء في هذه الهشوه، درت السردين ودرت الثومه ودرت البصله ودرت شويه ديال التحميره، شويه الابزار، شويه الكامون، شويه الخرقوم عود ومليحه، وطحنت كل شيء. والربيع قلت هو قيله قزبر ومعدنوس. ها انتما شوفوا كفيته كتجي رائعه البنات. هادو دابا غادي نديرهم الخبيزات على هذا الشكل، وغادي نوضعهم في الدقيق كومبلي القمح الكامل، غادي نوضعهم فيه وغادي نقليهم وغادي نرافقهم ان شاء الله مع هاد البقوله ديالي. ها انتما كما كتشوفوا هادو بغيت نشاركهم معكم، وجدتهم وبغيت نشاركهم معكم ان شاء الله. هي باش نعمر الطبيله غديوه خفيفه ظريفه صافي. كنبقى ندير الخبيزات ديالي على هذا الشكل ونحط حتى نكمل، وغادي نقليهم شويه ديال الزيت صافي على ما طيب ليا البقوله ديالي. وانا معكم هنا البنات، ها البقوله بعد ما طابت هانتوما شفتوها كيفاش هبطت، شفتوها انا درتيها تقريبا 15 دقيقة هاهي، شفتوها كيفاش هبطت. هنا غادي نضيف عليها المكونات الاخرين اللي بقاو ليا. هنا غادي نضيف عليها واحد جوج طرونشيات هلاليات من هذاك الحامض، غادي نضيف ماكيشا، لي ساقها وطحناها، غادي نضيف داك الربيع قزبر ومعدنوس اللي بقى ليا، وغادي نضيف عليها ديك المعلقه ديال مطيشه الحق، حنا ضروري البنات كنديرو مطيشه الحق، وغنضيف عليها الزيتون صافي. غادي تبقى طيب غير في هذا الشيء اللي زدت عليها، ما غنزيدها لا مرقه لا والو، هانتوما صافي هاد الشيء اللي زدت عليها هو فاش غادي تبقى طيب صافي، باش تجيني خاطره وزوينه ما فيها لا ما لا والو.
صافي. وغادي نعاود نرفع الماء غير واحد شويه ماشي بزاف، وغادي نطفي عليها ونقلي هذوك الخبيزات اللي قلت لكم ديال السرديب. صافي ما نسد عليها هنا ما واقف، وعاد غندوز لهادو نقليهم. هادو حتى طلع الغليه مزيان عاد غادي نحطهم فوق منها باش ما يتلقوش ليا الحراره فيها بزاف. هنا البنات هادوك الخبيزات ها هما شفتو كلهم درتهم في القمح كومبلي. غادي دابا نبدا نطيب فيهم على ما توجد ليا البقوله ديالي، وان شاء الله تشوفوا معايا الاخر ديال الفيديو. بالنسبه للبقوله البنات من الاحسن طيب ديريكت هكا كيما درت ليها باش يبقاو لي هادوك الفوائد ديالها ما يضيعوش، حيت راه فيها فوائد كثيره بزاف بزاف. من الاحسن ما تسلقش ومن الاحسن ما تفورش، من الاحسن تبقى هكذاك. نسيت البنات ما قلت لكمش نزيدوا عليها الزيت بلديه، تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت بلديه اللي كيعطيها واحد المذاق زوين. عاد باش نرجعوها تبقى طيب شويه شويه ماشي بزاف، واحد تقريبا 3 دقائق ولا 4 دقائق بحال هكذاك. هنا البنات ها الغديوه ديالي المتواضعه، هي كما شفتوا رافقتها هنايا بشليضه عاديه فيها بطاطا خزو وشويه ديال الرز كلاصي والربيع، ودرت ليها زويتات ارقان. هنا شويه ديال الزيتون والهريسه. هنا ها البقوله ديالي كما كتشوفوا وهي باقا مازال سخونه زينتها بداك الحامض. هنا ها هما الخبيزات ديالي ديال السردين اللي قلت لكم كيجيو رائعين كيجيو غزالين. البنات نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش لايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وقبلوا عليا. وشكرا لكم بزاف بزاف على التشجيعات ديالكم وعلى الكومنتيرات الزوينه ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.